السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتم اليوم شرح درس في الحاسوب عن الوسائط المتعددة باستخدام برنامج العروض التقديمية باوربوينت. وقد شرحنا سابقا عن أنواع الشرائح وطريقة تغيير تخطيط الشريحة أو نوعها. أما اليوم سوف نتحدث عن كيفية إدراج الوسائط المتعددة، ومن أهم هذه الوسائط كيفية إدراج الصور وإدراج الأشكال الرسومية وإدراج مقاطع الفيديو والصوت. أولاً نقوم بفتح برنامج العروض التقديمية باوربوينت، ستارت، أول بروجرام، مايكروسوفت أوفيس باوربوينت 2007. أولاً يوجد عندي شريحة بنوع عنوان رئيسي وعنوان فرعي. سوف أقوم بتغيير تخطيط الشريحة Layout وأختار شريحة عنوان ومحتوى. سوف أدرج، هلا نضع العنوان إدراج صور. يوجد طريقتان لإدراج الصور. إذا كنت بختار شريحة من نوع محتوى، فسوف تقوم بإعطائي مجموعة من الأيقونات تساعدني، أو مجموعة من أيقونات الوسائط تساعدني مباشرة الوصول إلى الصورة أو مقطع الفيديو أو الكليب آرت أو المخططات. الآن يوجد هنا أيقونة أو صورة لإدراج صورة بيكتشر. أذهب إلى مكان الصور وأختار صورة، إنسيرت. نستطيع التحكم بحجم الصورة عن طريق المقابض التي تظهر على الصورة وتتوزع على أطراف الصورة، وعند وضع المؤشر على المقبض يصبح شكل المؤشر سهم ذو رأسين. نقوم بالسحب للداخل فيتغير حجم الصورة إلى الأصغر. إذا أردت تكبير الصورة أسحبها إلى الخارج. الآن سوف نقوم بإدراج شريحة فارغة ونتعلم كيفية إدراج الوسائط إذا لم تتوفر الصور على الشريحة نفسها. نذهب هوم، من تبويب هوم نذهب إلى مجموعة سلايد شرائح ونختار نيو سلايد. الآن أختار شريحة فارغة. بالشريحة الفارغة سوف أدرج صورة، إنسيرت، بيكتشر، اختار صورة، انسرت. سوف اصغر حجم الصورة قليلا وادرج مقطع صوت. من تبويب انسرت اذهب الى ميديا كليب واختار ساوند. يظهر مجموعة خيارات، اختار الخيار الاول ساوند فروم فايل، اريد ملف الصوت من جهاز الحاسوب، من ملف موجود على جهاز الحاسوب، واختار الصوت. يظهر عندي صندوق حوار لكيفية تشغيل ملف الصوت، هل أريده بطريقة تلقائية أوتوماتيكلي أو من كليك عند النقر على صورة السماعة. ون كليك عند النقر اخترنا. الآن أدرج شريحة جديدة، نيو سلايد، وشريحة عنوان ومحتوى. هنا إدراج مقطع فيديو. يوجد طريقتين لإدراج مقطع الفيديو، عن طريق Insert Media Clip، عن طريق إدراجها من المحتوى، أو من تبويب Insert Media Clip وأختار Movie. سوف نجرب من هنا، أختار مقطع صوت، مقطع فيديو. أوكي، ظهر لي صندوق الحوار ويسألني هل أريد تشغيل أوتوماتيكي أم عند النقر. سوف أجعله بطريقة تلقائية عند الانتقال إلى شريحة رقم 3. يشتغل الفيديو بطريقة تلقائية أوتوماتيكي.
صغر حجم الفيديو وأضعه بالوسط. الآن سوف أدر الشريحة الجديدة هون New Slide، شريحة عنوان ومحتوى أو شريحة فارغة Blank، وسوف أدرج الأشكال أو الرسومات Insert، أختار صندوق مربع نص وأكتب إدراج أشكال رسومية. أتحكم بحجم الخط، توسيط كما تعلمنا سابقا في الصف السابع ببرمجية معالج النصوص وورد. الآن أدرج الأشكال Insert وأختار من أشكال مجموعة من الأشكال شمس قمر، نجمة. نستطيع التحكم بالشكل الرسومي. عند النقر علي يظهر توبيب فورمات، وأتحكم بالألوان. وبحجم الأشكال الرسومية. طلابي الأعزاء، سوف نقوم بعرض ما قمنا بصنعه في برنامج الباوربوينت. نذهب إلى شريحة رقم 1، ويوجد طريقتين للعرض، إما من أسفل الشاشة أختار سلايد شو، أو من توبيب سلايد شو. الآن نقوم بالتنقل بين الخلايا. نقرت على اشتغل عندي ملف الصوت. ننتقل إلى الخلية الأخرى. اشتغل عندي مقطع الفيديو. ننتقل إلى الخلية الأخيرة، إدراج الأشكال الرسومية. أعزائي الطلبة، لقد انتهينا من شرح درس الوسائط المتعددة، وأريد منكم تجريب ما قمنا بعمله عن طريق حل هذا السؤال. عزيزي الطالب أو الطالبة، باستخدام برمجية العروض التقديمية صمم 4 شرائح. الشريحة الأولى شريحة عنوان تحتوي على العنوان الرئيسي العروض التقديمية والعنوان الفرعي الوسائط المتعددة. الشريحة الثانية شريحة فارغة. الشريحة الثالثة شريحة عنوان ومحتوى. الشريحة الرابعة شريحة فارغة. شريحة رقم 2 إدراج صورة. شريحة رقم 3 إدراج مقطع فيديو. شريحة رقم 4 إدراج الأشكال الرسومية الآتية. وشكرا لكم، ودمتم في حفظ الله ورعايته.